البحرين عرابة التطبيع في المنطقة وبدعم سعودي، هكذا يشهد شاهد من أهلها. إنه وزير الدفاع الصهيوني بني غانتس الذي اختتم زيارة للمنامة، اجتمع خلالها بطاغية البحرين حمد الخليفة وبأركان حكمه. تمخض عنها توقيع اتفاقية أمنية بين الكيانين الخليفي والصهيوني، كيانان يواجهان غضبا شعبيا يبحثان عن أمن مفقود، يعولان على الأسطول الخامس الأمريكي لتحقيقه. يزور غانتس مقر الأسطول في البحرين بصحبة نائب قائد البحرية الإسرائيلية، إلا أن ذلك الأسطول لم يمنع صواريخ وطائرات الحوثيين التي سقطت على دولة الإمارات في الوقت الذي كان يجري فيه الرئيس الصهيوني هرتزوغ زيارة لها. يتخبط الخليفيون ويلعبون لعبة خطرة، يحولون البحرين إلى مركز أمني صهيوني، غضب يعتري الشارع البحراني. الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. يؤكد في تظاهراته المناهضة للتطبيع وللخليفيين بأن مصير الكيانين المحتلين إلى زوال لا محالة وإن طال الزمن. هذا البلد والشهيد قد شهد، يرفضكم هذا البلد، يخاف جيشا أو عدو، يرفضكم هذا البلد.